في مهنة التمريض أعرف أني كل يوم ممكن أصنع الفرق وأنقذ حياة إنسان، وأنت يهمك أنك تصنع الفرق وتنقذ حياة. وصلنا إشعار عن حالة سيدة تعاني آلام الطلق وفي طريقها للمستشفى، وتم تبليغنا أن السيدة مصابة بفيروس كوفيد-19 وهي على وشك الولادة. كانت اللحظة حرجة وتحتاج قرار عاجل، وبالفعل قررت لحظة وصول المريضة أني أدخل وياها غرفة العمليات بروحي وأولدها، وكان هذا هو الإجراء الأنسب لإنقاذ حياة الأم وطفلها والمحافظة على سلامة الطاقم الطبي. عمري ما بنسى نظرة الاطمئنان والفرحة في عيون هذه الأم يوم شافت ولدها بخير وعافية. العالم اليوم يحتاج لستة ملايين ممرض وممرضة، لأن الممرضين هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية في كل الدول، وبلادنا تفتخر بشبابنا اللي يحمون أهلنا ويشكلون خط الدفاع الأول لسلامتنا.